عم يعملوا سويتش على كل السكرينز. وهون كمان امير سعود بسدد وبسجل، امير بسجل من المسافة المتوسطة لينزل الفرق لثمان نقاط 24-16. وهيدا هو علي منصور، علي منصور تعانوا يا علي. امير سعود بلام لبرانس بسجل نقطة التاسعة من اوفنسيف ريباوند، قادر امير حلو كثير يا امير. بسجل امير نقطه ال 11، اول لاعب بالجيم عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط. اخر دقيقتين و20 ثانيه من الكوارتر الثاني، سريعه المباراه، عم يخلص تقريبا النصف الاول. وامير كمان عن الارك بسجل نقطه ال 14، هيدي اول 3 بوينتس للبرانس. امير البرانس عم يضرب 3 3 بوينتس على التوالي. دومينيك جونسون بلشها كملها امير باثنين 3 بوينتس، والفرق عم يطلع لسبع نقاط بشكل سريع. اتمنى هيني ابدا كوتش رح تكون. امير سعود بياخذ التسديده يا برانس لامير، عم يسجل نقطه ال 20، 3 3 بوينتس لامير سعود. شو هالايد اللي عنده اياها امير سعود؟ سو بيساعد احسن من اتير اجينست اوفنس ريزون، اكيد اكيد لا شك. وهون السله محتسبه للبرانس. امير سعود 22 نقطة، الظاهر بهيدي المباراة بحاجة لأمير سعود يضلوا أوتستاندينج ليفل. شوفوا أمير كيف عم يقدر يسجل، عم ياخذ الفاول. دومينيك جونسون تسديدة أمير لبرانس عم يسجل الرابعة لأمير سعود بالجيم، 26 نقطة لأمير سعود. بيرجع بنزل الفارق، بنزل الفارق لنقطة. مش معقول أمير، مش معقول، مش صوتات مخيفة صعبة. أمير يضرب كمان 3 بوينتس لأمير سعود، 29 نقطة لأمير سعود بالجيم، 5 3 بوينتس بالمباراة. برجع بطلع الفرق الأربعة كل أمير سعود. أمير بيخترق بسجل أمير 31 نقطة للبرانس. الأمير يعني أنا بقول راح يطلع 50 بوينتس اليوم إن شاء الله. أمير سعود يعني اسم الله عليه. وهو كمان وائل، وائل عم ينبش على جاب يخترق منه. هاي لأمير، أمير عم يسدد من الداون تاون. من الداون تاون يا أمير، أمير سعود بيضرب من المسافة البعيدة جدا. 34 نقطة للبرانس، 6 ثلاثيات له بالمباراة، وأعلى رقم بسجله بهالموسم عم يكون بدورة دبي الدولية. هيز ا فايتر. ولو عنده 30 ثانية بفوت بيعمل كل شيء. أمير هيك انت شو يا أمير؟ بسم الله عليك. 33 نقطة للبرانس، فوق طبيعة اليوم. برافو يا أمير. أكيد هيدا شيء طبيعي يعني. هون كمان هون خلينا نتابع هالستيل اللي عم يعملها أمير، عم ياخذ تسديدة قبل ياسو مع الباكور. أنت شو يا أمير؟ لك أنت مين يا أمير؟ أمير سعود اليوم عم يسجل نقطة 39، 7 3 بوينتس للبرنس. البرنس عم يتعامل معه هيك، الكوكشام يعمل ستيل كل ذا جيم. كمان امير، كمان امير، امير 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 رايح هو على السله. مش معقول 41 نقطة، 41 نقطة لامير سعود. شو عمل؟ شو عمل؟ طش يا دنيا. امير سعود عم يضرب دبي من كل الزوايا، ضرب من الارك، ضرب من تحت السلة، فرجة ليدر شيب كثير عالية. وفريق الرياضة عم يتقدم بفارق 12 نقطة، اقل من 3 دقايق لنهاية المباراة. الرعب ووجهه لشباز محمد، وشوفوا الضغط الكبير يلي عم يحس فيه بهالوقت. هيدي السله بتفرجي خلص خلص نهيهم نهيهم ما انا عم